زبون النهارده بتعرف هو جد ولا مش جد ازاي؟ اسئله بقى بقول لك. طبعا زبون جد ولا جد. الزبون الركيب في عربيه جديده داخل عليها عارف ان هي عربيه جديده وهو يشتريها لان هو عايزها. في زبون تاني بيفتح ويقفل وهو مش عايزها وهي مش عارف ماركتها ايه. مش عارف ماركتها ايه ولا عارف كمالاتها. هو سيادتك دلوقتي اللي معاه عربيه مثلا صغيره ومعاه قرشين هو ده الوحيد اللي ممكن تلاقيه بينفذ النهارده حركه. بس بينفذها ازاي؟ هو جاي شمتان بيعمل عربيته الصغيره عموميه بيقول لك بقت ب 110 عربيتك انت الكبيره بقى نزلت يجي 100. دايما يقولوا ايه في وقت بياع وفي وقت يقول بياع يا فندم. احنا شغلتنا شغله مواسم. بس سيادتك مش المواسم ده يعني بنقف شهرين نشتغل شهر كويس نقف شهر نشتغل 15 شهر حلوين. اعلى موسم الناس اللي كانت بتيجي من بره بفلوس وتشتري عربيات يعني. بس حاليا دي خلاص خلصت. نسينا 6 و 7 و 8 ده موسم. ده موسم عربيات 6 و 7 و 8. مفيش الناس اللي جاي مفيش حد بيشتري خالص السنه دي. سنه استغفر الله العظيم يا ربي يعني مفيش وقفه. احنا بنخسر احنا راس مالنا يعني كل اللي معاه مثلا يعني الوقت ده وقت مشتري فيش يا باشا. لا المشتري هو اللي ينزل يشتري دلوقتي يا باشا. المفروض ينزل يشتري دلوقتي يعني الاسعار نزلت يعني المفروض الناس تتحرك وتنزل تشتري عربيات. مفيش حد بيشتري حاجه يعني احنا برضو نزلنا في سعر العربيات اللي معانا وبنخسر فيها ومفيش حد برضو بيشتري عربيات.